السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تعرفنا على الفرق بين entendre و écouter يسمع، واليوم سنتعرف على الفرق بين voir و regarder. أولا لنتعرف على معنى voir و regarder ثم نفرق بينهما. كلا الفعلين regarder و voir نقصد بهما الرؤية بالعين، غير أن هناك فرق واضح بينهما. فالفعل voir يعني يرى، أي أنه ليس أعمى بل له عينان يرى بهما، فهو يرى بهما لا إراديا كل ما يحيط به طالما هما مفتوحتان دون أن يعيره انتباها، يعني لا إراديا. أما الفعل regarder فلا نقصد به الرؤية فقط، وإنما يتطلب هذا الفعل النية والإرادة من طرف الشخص الذي يقوم بهذا الفعل، فهو ينظر بإرادته للناس أو الأشياء التي يريد أن يراها، يعني أنه ينظر بانتباه وتركيز. نقول أنه يحدق، ينظر باهتمام. فمثلا إذا قلت il voit mal, il porte des lunettes، هو لا يرى جيدا، يرتدي نظارة. إذن حاسة البصر لديه ضعيفة لذلك يرتدي نظارة. هنا استعملت voir لأنني أقصد بها حاسة البصر. مثال آخر il regarde ce tableau pendant des heures. il regarde ce tableau pendant des heures. ينظر إلى هذه اللوحة لساعات، يحدق في هذه اللوحة لساعات، يعني هنا بإرادته. مثال آخر il a vu ce tableau، رأى هذه اللوحة، هنا بدون إرادته، فقط كان مرا بجانب اللوحة فرآها. لاحظوا معي هذا المثال أيضا j'ai bien regardé mais je n'ai rien vu، نظرت بتمعن لكنني لم أرى شيئا. إذن هنا regarder تظهر إرادة الشخص في التحديق، نظرت جيدا لكني لم أرى شيئا، je n'ai rien vu. هنا الفعل voir مصرف au passé composé، voir هنا يعني أنني لم أرى شيئا بحاسة البصر، لذا استعملنا voir. إذن هل يمكنني أن أقول j'ai bien vu mais je n'ai rien regardé؟ بالطبع لا، لأنني عندما أقول j'ai bien vu يعني تمعنت جيدا، حدقت جيدا، وقلنا أن الفعل voir لا نستعمله لهذا الغرض، فهو فقط يعبر لنا عن حاسة البصر والقدرة على الرؤية حتى بدون إرادة الشخص طالما عينه مفتوحتان. أما هنا فالشخص يرغب بإرادته في المشاهدة والتمعن، لذا لا نستطيع أن نضع هنا الفعل voir. نفس الشيء بالنسبة لي mais je n'ai rien regardé، لا أستطيع أن أقول je n'ai rien regardé لأن المعنى الذي أريده أنه لم أستطع رؤية شيء، لم أرى شيئا، لذا لابد من استعمال الفعل voir، فهذا يعني حاسة البصر. لنأخذ مثالا آخر il fait noir، on ne voit، on ne regarde rien، الظلام حالك، نحن لا نرى شيئا. إذن ماذا سأستعمل؟ voir أو سأستعمل regarder؟ il fait noir، on ne voit rien. il fait noir، on ne regarde rien. نعم، بما أن القصد هنا هو حاسة البصر، إذن سأقول il fait noir، on ne voit rien. مثال آخر regarde là-bas، vois là-bas، انظر هناك. إذا ماذا سأقول؟ هل regarde là-bas أو vois là-bas؟ نعم سأقول regarde là-bas، فهو سيوجه عينيه إراديا لينظر إلى هناك، لذا استعملنا regarde. مثال آخر je vois la télé، je regarde la télé. ماذا سأقول؟ هنا بحسب المعنى،
فمثلا إذا كنت أريد أن أقول أني أرى تلفازا، يعني أن ما أراه أمامي هو عبارة عن تلفاز، فسأقول Je vois la télé أو Je vois une télé. أما إذا قصدت أنني أشاهد التلفاز فأنا أقول Je regarde la télé، وهذا خطأ يقع فيه البعض حيث يقولون Je vois la télé ويقصدون به أشاهد التلفاز، يعني أشاهد برنامجا في التلفاز. بإرادتي أشاهد التلفاز، هنا ضروري أن أستعمل Je regarde la télé وليس Je vois la télé. أما إذا استعملت Je vois فأقول Je vois à la télé، يعني أرى على شاشة التلفاز. مثلا J'ai vu ces images à la télé، رأيت هذه الصور على التلفاز. مثال آخر Est-ce que tu as vu mes clés؟ Est-ce que tu as regardé mes clés؟ هل رأيت مفاتيحي أو هل رأيت مفاتيحي؟ إذن ماذا سأقول؟ Est-ce que tu as vu mes clés؟ أو Est-ce que tu as regardé mes clés؟ نعم Est-ce que tu as vu mes clés؟ مثال آخر Les gens regardent trop la télévision. Les gens voient trop la télévision. يشاهد الناس تلفاز كثيرا. ماذا سأقول؟ نعم Les gens regardent trop la télévision. مثال آخر Je ne vois pas ce qui est écrit sur le tableau là-bas. أو Je ne regarde pas ce qui est écrit sur le tableau là-bas. أنا لا أرى ما هو مكتوب على السبورة هناك. إذا ماذا سأقول؟ نعم Je ne vois pas ce qui est écrit sur le tableau là-bas. مثال أخير Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? J'ai l'impression que les gens me regardent bizarrement. Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? J'ai l'impression que les gens me voient bizarrement. هل لدي شيء على وجهي؟ أشعر أن الناس ينظرون إلي بغرابة. إذن ماذا سأقول؟ نعم. Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? J'ai l'impression que les gens me regardent bizarrement. أتمنى أن يكون الفرق واضحا لديكم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله.